السلام عليكم حبيبات ديالي، كيفاش نتوما؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال. مرحبا بكم بفيديو جديد، خول جديد. اول حاجه عواشركم مبروكه ورمضان كريم. عرفتوا قلتوا في العلوان بان غادي يكون واحد كولد شين لي فيه الحاجات رمضان. جبت لكم هكذا جليلبات، شوفوا 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 يا لاله جليلبات ديال شين. هذاك الشيء قلت لكم على لبسه ليا جليلبه باش نعمل لكم خول ان شاء الله يا ربي. بونو كما كتعرفوا انا كنقيس كلشي، هذا كنجلس نسجل لكم باش نعطيكم الراي ديالي في كل حاجه، لا من ناحيه ديال الطياس ولا من ناحيه ديال التاب ولا من ناحيه كلشي ابارتي باش كتشوفوني كيفاش جاوني. ما عاديش نضل بزاف، غنفكركم بان عندكم واحد كود ديسكونت اللي هو لاتي فاشون 15، غنخليه لكم لتحت واي حاجه غنوريها لكم غنخليها لكم حتى هي في صندوق الوصف. صافي غادي نبداو ان شاء الله. عرفتوا غادي نبدا لكم في الاول نوريكم غير حاجه ديال رمضان، ومن بعد عاد غندوز لكم حاجات اخرين حوايج اخرين على حسب بالنسبه للناس اللي دخلوا تفرجوا هذا الفيديو هذا غير باش يشوفوا الحاجه ديال رمضان شي غنطبقكم، ومن بعد ان شاء الله اللي بغى يبقى مرحبا به. اول حاجه نبدا لكم بهذه الجليبه، هذه اللي لابسه التويب ديالها خفيف وطايح وجات كامله جوهره. نخلي لكم واحد الفيديو هنا باش تشوفوا بالضبط كيفاش كتجي، جات كامله يعني جوهر، ما فيها لا صفيفه لا عقد لا حتى حاجه. وانا كنفضل صراحه على حسب الصفيفه ديال الشين كتكون شويه قدويه، يعني ملي كتشوفوا الجلابه ولا القنيطره كتبان لكم بان رخيصه على حسب كامل واحد الصفيفه مذهبه متعتعه بلاستيك كتبان شويه في شكل. انا كنفضل صراحه ندي الحاجات يكونوا بلا صفيفه باش ما يبانوش بان قدويين. بالنسبه للجليبات هادو يعني خفيفين، طبعا العلاقه مع الجلالب ديالنا المغربيين يعني المغربيين اللي معدلين على حقهم وطريقهم، ولكن مزيان الصراحه بالنسبه اللي مثلا هكذا الواحد يقدر يقضي بهم، اللي ما كيلبسش الجلالب بزاف بحالي انايا مثلا غيبغي يلبسو مثلا واحد جوج دمرات ثلاثه مرات في رمضان كامل، مزيان الصراحه. والحجر ديالها كيحمق كما كتشوفوا هنايا، حجر في نيون. ودابا غادي ندوزو لواحد العبايه قنيطره ما عرفتش شنو غنسميها اللي حمقتني، كنظن اكثر حاجه عجبتني في هذا الخول هذا هي هذه. شوفوا عجبتني بزاف، كاينه واحد سيكسيون اسمها نجوى معقلتي، ولكن كاينه واحد ديسينيادورة عربيه اللي خرجت بزاف ديال العبايات بزاف ديال القنيطرات هي اللي اديسينيادو هذه. شوفوا شحال مزيونه، جات هكذا بيج وفيها كتابه بالعربيه عرفتي بالضبط شنو مكتوب صراحه، فيها بحال الحروف بالعربيه. شوفوا في الذهبي مارون بيج، عجبتني بزاف بزاف. يدا ما جاش يعني طول بزاف، جا نص كمان شويه هبط شويه على يعني هكذا نص كمان بحال اللي غنقول لكم. صراحه حمقتني الثوب ديالها خفيف، جات مزيونه في اللباس، عندها هنا واحد الفتيحات في الجناب، هذه حمقتني حمقتني. بالنسبه ديال الطايات دي 6 يا ام وجاتني هي هذه. من بعد طلبت هذه العبايه هذه اللي بقى لي معها واحد انا ملي جيت نطلبها بانت لي موديل لابس عليها مونو بهذا الثوب هذا نيت عامله مونو من تحت، وكذلك جات عبايه مونو عجبتني الفكره. قلت هكذا ان شاء الله دابا رمضان كون ماشي مثلا عند بنات صحاباتي ولا شي حاجه كنمشي مثلا عامله عليا مونو والعبايه، ومن بعد الا بقينا كنصن غير بنات فاش كنقدر نحيد عليا مثلا العبايه بقى غير بالمونو من تحت. ولكن ملي وصلت لي غير العبايه فوقانيه، يمكن كنخصني نطلب تحت ديالو بوحدو. المهم ما كنضوش نطلبو دابا صافي، على حسب العبايه هكذا عجبتني. نوريكم شوفوا شوفوا شحال مزيونه حمقتني تو ساتين، عجبتني بزاف الصراحه. حتى هذه من عند النجمه كنظن. بونو تبدا لك حماق، جاو امبريلاس هكذا شويه طالعين، اليد من تحت جا هكذا طوبو فن الصراحه عجبتني حقا. وصلت لهم كامل شحنات اللي غير بلانتيها، ولكن ملي تبلانتات بانت كتحمق وكتجي في السميطه ديالها اللي هي هذه. شوفوا نفس الثوب، وجا هنا في الاخر عندها هاد التشنيتشنات هادو اللي كنقولو مالها التشنيتشنات، تشنيتشنات هكذا شوفوا في البيض والنقري زين الصراحه عرفتي كيحمقوا. هاد العبايه هادي حمقتني كيما قلت لكم، كنت منين تجيب مونو ديالها ولكن ما كسبتش ماشي مشكل. وبالنسبه للطايه دي الطايا اما كيما قلت لكم بديت كنهبط واحد الطايه بقيت كنهزوها لو ال بون واحد الحاجه زيت انا عليه حسب جبتي ام، ولكن ما بقيتش كنهز ام على لا على حسب الا دات كتجيني كبيره. بعد هاد العبايه هادي اللي صراحه قدروا يلبسوها حتى بنات صغار، ولكن انا صراحه طلبتها لماما قلت بغيت نطلب لها هكذا شي حاجه مناسبه رمضان. شوفوا نيونة حمقتني الصراحة، كتجي مزيونة في اللباس، ديتها لقيساتها عرفتي جاتها كتحمق. شوفو جات هكذا خضيرة وفيها لانتيخويلات، فيها هكذا هاد الجوهر معرفتش شنو اسمو بالعربية، المهم فيها الجوهرات هادو من هنايا هكذا نفس الجوهر في اليد وفي العنق. شوفو مدخل فيها شوية الخضار شوية الروصة شوية الذهبي، واللي عجبني فيها هي مساحة جات إيفازي، وهنايا عندها واحد الفتحة بواحد التو كيبقى لداخل فهمتو، يعني شوفو عندها الفتيحة هادي ولكن ملي كتلبسوها
تصوب هذا كيبقى لداخل كتعاود فتحها هكذا نيشان. ولو عن كنظن عتكون شفتو هنايا كيفاش جاتني صراحه مزيونه تصوب ديالها موي موي كومودو. هذه الطياره اللي دابا حيت تكون جاتني شويه كثر كبيره ولكن ماما جاتها هي هذيك. كاين ماستر رمضان باقي لي دابا بالنسبه للحوايج كنظن صافي سالينا صراحه طلبت كثر الحاجات ولكن ما وصلوا لي شي ماشي مشكل. دابا غادي ندوز نوريكم قشيعات سي قشيعات شي عاد رمضان نحسب الحوايج سالينا. هادشي اللي طلبت في الحوايج رمضان نوريكم نحلو مع بعضيتنا. هذا واحد بورتابيلاس ولكن انا ما عنستعملش كا بورتابيلاس عنستعمل طراطراكوسا. انا نوريكم نقدر نعطيكم فكره صراحه شاهدت شي مبخره تكون خاصه رمضان حقا. عندي مبخرات عندي وقله اربعه ولكن شاهدت مبخره رمضان وطلبت هذه اللي هي ماشي مبخره. هذه بورتابيلاس كيعملوا فيها الشماعه ولكن انا عنستعملها كمبخره. شوفوا واش حسيتوا توقعت تكون كبيره كثار. يلاه اش حسيتوا صغيره بزاف ستيتوا. شوفوا انا مدي كتكون شمعه ولكن انا نعمل مبخره. انا من هنايا تتني اسمو ولو ديك نعمل هنايا بخور. شوفوا شحال مزيونه وفي نفس الوقت نحطها ديكور صراحه مزيونه حمقتني. شنو ستيتوا ستيتوا صراحه كنت متوقعهاش تكون شويه اكثر كبيره. مهميني ماشي مشكل اعملها كذا مبخركم انت حلاوه ان شاء الله يا ربي. باقي ورا بنا صرف رمضان عرفت متحمسه متحمسه بزاف خصني فوقاش يوصل. واخا باقي ما عملت لا شباكيه لا سفوف لا ولا شباكيه سبحان الله مع ماما خصني نعدل المال خصني نعدل بزاف الحاجات. المهم استنى داك البلوكا خو نشكي عليكم يا اللي دلو وقت فيها رمضان كادي. واخا صراحه طلبت عاد كنظلت شويه على حساب قلت ما عتبانش بس بغيت نعمل شي حاجه في الوسط ما بقاش يبان ولكن بوانو ماشي مشكل. قلت اوه حمزيونه شوفوا سينية دلوح ماشي كبيره بزاف فيها رمضان مبارك. طلبت صدق شي عاد صراحه شحال هادي وانا ما غنطلبها شحال هادي غتكون شفتوها 100%. احضر هذه الملويه بتسخن ترجع لكم. ها هما شحال مزيان. هذا واحد الطويسات ديال البلاستيك اللي سمعتوا ديال البلاستيك ولكن صراحه ما بينش شي كبير بحال ديال الجاج. شحال مزيان صراحه جاو فنين 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 عجبوني. تحبون على قلبي واخيرا دابا كتسوي لي صبره مدام قرب. تخيلت سمها كتف الوسط ديال المستا وحده فيها مثلا التمار وحده فيها بريوات وحده فيها شباكيه. شوفوا دائما هكذا ملي كتسلبيهم كتغطيهم كيبقاو لك محافظين. وفي الوسط ديال المستا هكذا الايام دري رمضان كاملين. شوفوا صراحه عجبوني فنين مزيونين والذهب ديالهم كيما مزيون كنتمنى ما يكحلش. واخا واحد الحاجه اخرى رمضان واخا تقولوا شنو علاقه عندي دابا رمضان ولكن بالنسبه لي مهمه. طلبت واحد اروديلوس معليش كيجي بالبينسا ديالو طرف راسي كيجي البينسا ديالو على حساب هذا ان شاء الله غادي نستعملها هكذا لورنيه الكوزينه. يعني البينسا مثلا كتعملوا هكذا شوفوا مثلا نعطيكم واحد المثال تشوفوا انا نوري شوفوا كتعملوا البينسا مثلا هكذا كنما هذا في اللورنيه. هذه عاد شحال فيها الضو واش ضويلي وهذا تبع لي التليفون باش نقدر نسجل لكم ان شاء الله الشهيوات ان شاء الله يا ربي. عنده وزر رمضان كامل شهيوات ان شاء الله. عجبني كيعمل ديال فيها تشوف 18 يورو مزيون ما كبر ما صغير. باقي ما جربتش الضو ديالو ولكن اللي شفت هنايا تقدر تكونترول تزيدوا الضو تنقص له الضو تبدلوا الضو. عنده الضو صفار عنده الضو بياض كيظهر عليه سوبر فيلم كيظهر عليه صحيح. كنتمنى يا ربي يصدق لي مزيون ونقدر نعدل لكم بزاف ديال الفيديوز اليوتيوب ديال الشهيوات. عاد لاحظت لي انا كتبقى لي حاجه ديال الشاي هاد الديوان هادو اللي طلبت من عام اللي فات ولكن دابا جبرتهم شي كديسهم في الدار ماما نهار ديال العيد نعدل بهم الديكوراسيون ودابا ما بانوش ما عرفتش واش ترموا واش هما ضاعوا في الدار ما شافتهم شي واش انا عندي هنا مخبى ما عرفتش شي ما عقلتش فين هما الصراحه. ولكن خصني دابا باقي جوج سيمانات في رمضان خصني ورخي انت ما بقاش عليهم على حساب كنت عامله في بالي بان عندي جوج يجوا هكذا يجوا فيهم فورما ديال قمر وديال نجيمات زوينين عرفتي كيجوا كيحمقوا كيشعلوا الديوان كيحمقوا ان شاء الله يا ربي. يا ربي نجبر ديك الخليعه اللي متلوفين كنتمنى كيجوا هادو بيلاس كنتمنى ربي نجبرهم باش نقدر نستعملو ان شاء الله في رمضان. عندي شي ديكوراسيون مزيونه ان شاء الله يا ربي. صافا غنحط لكم انا صراحه ما كاينش نعدل الديكور بكري على رمضان يعني ماشي صار رمضان تكون طالع فاتك الديكور ديال الدار. يعني انا بغيت نعمل ديكوراسيون فحالي نقول لكم واحد يومين ثلاث ايام ماكسيموم قبل صافي ان شاء الله غنسجل لكم. غنحاول نهار اللي نعدل الديكوراسيون نهار داك نحط لكم ولا لا غدا نحط لكم نحط لكم طبعا قبل رمضان نهار اليوم قبل رمضان. ولكن ما كيعجبنيش نعدل الديكوراسيون على بكري الصراحه بزاف منكم كتطلبوا مني نعطي فيها من الديكوراسيون داكشي ولكن سمحوا لي مع هاد العام ما عنديش شي فكره اللي نقول لكم كبيره. نعمل شويه الديوان شويه ديال الديكور داكشي ولكن ماشي شي حاجه اللي نقول لكم شي مانوال كبيره ولا شي حاجه على حساب الدار عندي ستيتو ما عندي فين نعمل شي ديكور.
الاخر بصح يعني عيش في ديال الديوان هكذا وصافي. وكما قلت لكم غادي نحط لكم نهار يومين قبل رمضان ان شاء الله. ودابا غنوريكم حاجه واحده اللي طلبت ليا. نشوفوا طلبت لها عيش من كبارين كبارين بزاف، ما فهمتش علاش كيوقع هكذا، ما عرفتش علاش الحوايج كيجيو كبار. الحوايج اللي كنطلبهم لها هكذا من 9 شهور عام كيجيوها كبارين بزاف، ولا دابا تعمل لي عام ما عرفتي منو يا حقا لا ما كبرتش بزاف، ولكن واخا مشات غنقدر نلبس شي جوها كبارين بزاف. مورا طلبت هذا زعما بريمافيرا، واخا كيبان لي كبير ما حاش واش غنقدر نلبسو، انا كيبان لي هذا العام لي ما جا. فونتو هذا النظار دابا غادي يجي بوان تيمبو، كتجي هكذا كيجي الشورت ديالو كاميسيطا. نخليكم واحد الفوطو الموديل باش تشوفو بالضبط كيفاش كيجي. شوفو كاميسيطا والشورت ديالها هكذا النظار مزيونين. طلبت هاد الساك هذا كحال، شوفو سانسية ولكن عجبني بزاف على شغل ديال موز وانا كاليدات. عرفتو الساك صحية حد بصح يعني الساك مزيون، تقدروا تشبروا هيدا عند الضغط السمتة ديالو باش كتعملوها هنايا. شوفو مزيون صراحة، وجه هكدا فيها هاد إيفيكت بحال ديال الحية. طلبت من أسامة هاد السبردينة اللي لبسها حاشاكم الصراحة، ميكم وضع عجباتو نهار اللي وصلت قايصة مني عجبات بقا كيلبسها بزاف. شوفو جات هكدا مزيونة، ديك النوع السويدات اللي كتلبسو دابا لي كولور بيج من الداخل سخيخنا وقع ديالها غليظ، دابا شفتوها بيرفيكتا عجباتو. جاتو هي هاديك الطاي ديالو هي هاديك. عاد طلبت هاد الشاكيطة اللي آخر مرة كنت لبستها في الخضر وعجبتني بزاف، هاد المرة قلت غنعاود نطلبها ولكن هاد المرة في الكحل العسل عجبتني بزاف بزاف كيما قلت لكم صراحة. الكاليدات ديالها كتحمق سخيخنا، واخا مغشي غليطة ولكن سخيخنا. هادي اللي قلت لكم ديت منها إلا على حساب مجبر شي إمي وخرت عندك يتقاد مجبر شي ساعة أخرى، قلت عرفتي غنديها الفرحة مدتني. جاتني من بوكيتيكو واسعة يعني إمي كانت كتجيني عاتيني حسن ولكن ماشي مشكل، عجبتني الصراحة. شوفو كيفاش كتجي، كتجي هدا مزيونة، عندها تجي من هنايا وتجي من آخر هنايا من فوقي، كتشد عندها هاد البوطون سيدات هدا كتشد، وكتقدر تلبسوها إما محلولة إما مجدودة كيبقى على الذوق ديالكم. أنا خليت لكم هنا واحد الفيديو باش تشوفوا بالضبط كيفاش كتجي. من بعد بغيت نوريكم هاد السروال مؤخرا، السراول ديال شين موي طوب صراحة كيجيو واعرين بزاف. أنا كنلبس ولات كنلبس قبل مكانوش كيعجبني السراول ديالهم، ولكن دابا بديت كنلبس غير السراول من عندهم كيعجبوني بزاف الصراحة، عندهم السراول كيحمقو. ديت هاد السروال هذا اللي تيخانو اللي جا بحال نقول لكم اون بو كوريكتو، حقا من تحت اون بوكيتو واسع ولكن ماشي بزاف، جا شويه ريكتو بحال اللي نقول لكم. عرفتي سوبر سوبر بونيتو، جا مع ديك ناقص صرا فيها غير متر وستين، جاني مزيان في الطواله مزيان من النص ديال الطيا امي، وحمقني صراحه حمقني واعر بزاف. ديت هذا تيخانو هكذا باسيكو عادي، شقع ديالو كيفاش عامل. ومن بعد ديت البيض هذا اللي هذا جا كامل واسع، وتعملت الحجاب عنده هنايا صديفات هكذا من لاولي، كيجي موي بونيتو الصراحه لكن انا ما كيبانليش يعني كامل نسمعك كي كنلبس حاجه طوالين. وراه السروال هذا جا واسع الطويل عاد شفتو هنايا موي موي كومودو، حتى هو ديك تايا امي الطوله ديالو هي هذيك صراحه. مؤخرا السروال ديال شين واعرين بزاف بزاف. عاد طلبت قميجه هذه دي كولور ليلا، علاش طلبتها؟ على حسب عجبوني هذا الحديد اللي عندها هنا بجنيبات. شوفوا عندنا هذا الخيط باش كتقدروا تزيروا على الذوق ديالكم. شوفوا صديفات عندها في البياض، كتقمي تجي عادية يدا ما هكدا مجموع، ولكن اللي فيها مزيون هي هاد هاد اللعيبة هادي، هي هاد الجنيبات هادو. وكيما قلتلكم كتقدرو تزيروه على الذوق ديالكم. بالنسبة للصباط طلبت هاد الصباط هدا اللي لبستو نهار ديال ايفنتو شعبانة اللي كتبعوني في انستغرام. كلشي بقا كيسقسيني منين هو منين هو لطيفة، قولنا منين هو بوس من شين صراحة كيحمق. حاجة الوحيدة ديو الطاية الصغيرة على ديالكم. أنا شوفو ناري قلت ماشي شعبانة جاني شوية كبر، شوف واش نعمل له تيتي عملت له كغط في القاع على حساب جاني شوية كبر وكنكبت لي من رجلي، على داكشي عملت له هذاك. بالنسبة للطاية كنصحكم ديروا الطاية صغيرة عليكم. أنا كنلبس 37 38 دي 38 ولكن جاني كبر، يعني كان خصني دي 37 ولا كاع 36 يمكن حسن، كان على حساب جاني باستانتي غراند كيما قلت لكم. ولكن مزيون كيحمق، جا هكذا الذهبي باستانتي كومودو ماشي عالي بزاف على حساب هادو بلا بلا بلاتفورما، إذا كان عالي بزاف ما كنتش نقدر نتمشى به، ماشي عالي بزاف وماشي قصيصر يعني. جا هو هذاك الطوله ديالو بيرفيكتا وبيرفيكتا وحده جاب هاد الحجيرات هادو صراحه كيحمق. وكلشي بقى كيسقسي عليه في انستغرام وانتم عارفين عند شي. من بعد هاد كونفونتو هذا اللي انا طلبته في الاول زعما من الزنقه بيرو، ما عرفتش انه ما عرفتش الصراحه، ما عرفتش قولوا لي واش كيبان بحال بيجامه ولا لا. انا جاني كيبان بحال بيجامه ملي كيتلبس كيبان بحال بيجامه صح. قولوا لي بالنسبه للطايا ديت ال واخا هكذاك جاني شويه خوستو، هذا داك اللي كيجي مزيرين كتجي فوقانيه ديالها هكذا، فوقانيه ديال كونفونتو هكذا. شوفوا عندها هنا الجنابات محلولين، عندها هنا الخيط كتقدروا تزيروه شويه، العنق طالع
سو موي موي بوني طرطيطه بزاف. والسروال كيجي هكذا، سمعتوا كتشوفوا في الفيديو كيجي طويل عادي واسع بنفس الثوب طبعا. عجبني، ولكن المشكله هي ما عرفتش يعني عامل بحال بيجامه. كتبت تقولوا لي جاكم بيجامه ولا جاكم صلاح الزنقه. من بعد طلبت هذا الخرسي هذا ديكوي، واخا صراحه بدا كيمشي برد. المهم هكذا يوميا مزيون عادي باسيكو بيردي، شوفوا عادي واسع كويو موي باسيكو. ولكن موي بونيتو موي بونيتو مي كومودو، كيظهر عليه ذي كاليدار. من تحت حل شويه مجموعه، تكونوا كتشوفوا هنا الفيديو كيفاش جاني مزيون الصراحه عجبني. بغيت كنقلب على كابارديناس على حسب بدا كيزيان شويه الجو، ولكن ما جبرت حتى شي كابارديناس طويله مزيونه. مع ذلك كان عندي وحده بايطه، عندي ثلاثه بايطه هيدا طوالين مزيونين. قلت صافي نطلب هاد المره وحده قصيصره، طلبت كابارديناس قصيصره كما كتشوفوا هنا في الفيديو. طلبتها بالعانين هاد الصراول اللي كنلبس انا دابا واسعين من التحت، يعني الصراول واسع نزيدو مثلا كابارديناس واسعه ما كتجيش مزيونه بزاف. هذاك الشيء قلت زعما نطلب وحده هكذا تكون قصيصره. طلبت هذه الكالور مارون، التصاوب ديالها كيحمق دي موي بونا كاليدار. اليدين ديالها جاو مجموعين، وعندو هاد السميطه هادي اللي بالذهبي الصراحه عجبتني. هاد السميطه هادي حمقتني، مارون مع الذهبي جا كيحمق. وهكذا عندها مجموع كما كتشوفو، عجبتني بزاف. لوني كوستيم اللي هنا من تحت يدها جاتني شويه واسعه. من بعد طلبت هاد الخرسي هذا دي كولور بيردين اسامه، بيردين بحال ديالي تقريبا. بلا طلبتو اسامه هكذا عادي، جا باسيكيتو مزيون دي موي موي بونا كاليدار. ما كتعرفي حيت دي بونتو تشين كيكونو دي موي بونا كاليدار مزيون، جا فنيون الصراحه. بالنسبه ديال الطايه ديتلو طايه امي وجاتو هي هاديك. من بعد كان على قلبي شي منظر دقيله يكون هكذا شويه مزيونين، وطلبت هادو من سيكسيون ديال موت اللي كتكون شويه زعما زايده الكاليدار ديالها، وقفتهم هادو. هادشي جايبا بانو، كنظن بان فيديو ما عطاهم شي حقهم مباشره، جاوني مزيونين قيصتهم ديك نهاراتي مزيونين عادي يعني. ولكن اللي عجبني فيهم هو الجاج ديالهم ترانسبارين، طبعا كيعجبوني منظر بحال هكذا، ما كيعجبنيش داك الجاج كحال مره حسب كيقرنطني. هادي نص صيف ماشي دابا، اللي مزيونه عجبتني ولكن جاتني شويه كبيره اذا لاحظتوا. واخا هكذاك مزيونه، اليدين ديالها جاو هايده كما كتشوفوا ترانسبارين، تاعها متلبودي من تحت، اليدين كيجيو هكذا مجموعين. وكتجي هنايا في الوسط بحال اللي عندها واحد سميطه كورسي مزيونه. التويب ديالها كيحمق موي 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 فريسكيتو، عندها فرو من تحت باش ما كتبينش. طواله ماشي طواله بزاف كما شفتوا، يعني كتجي نص نص. وكتجي هذا فيها فلوريتي تاع كولور ليلا، فيها شويه برده شويه اماليو مزيونه الصراحه فنيونه. من بعد اسامه طلب هذا السروال هذا اللي ما جاش مزيون، يعني واخا هو كيبان بحال اللي واسع ملي لبسو قال لي والو ما مرتاحش فيه مره، ما عرفتش لسه كنشوف شنو نعمل به. بعدي شنو نعمل بك، نشوف خيطة جا قدو، كنظن شوية كنشوف خيطة الله يجي قدو، جا قدو يديه لبسو هو، حسب أسامة ما مرتاحش فيه، قال لي من هنا جا مزيان من فوقي، من تحت جا واسع ومرتاحش فيه. بالضبط هي هاد الشقيطة هادي اللي ما قنعتنيش، كان على قلبي إيستا موي دي موضة، شقيطة لا رغاز دي كويرو. قلت صافي دابا يعني بدا كيبقاش برد بزاف غنقدر نلبسها داكشي، ولكن ما عجبتنيش بزاف. ما عرفتش نزيد نشوف واش غنلبسها ولا لا، خصني نزيد نقيسها مع شي اوتفيت. ما عجبتنيش على حسب جاتني اول حاجه بحال صغيره، وثاني حاجه العقد من هنا جا خايب ما عرفت يعني شفتو يعني من هنا نصي ما عرفتش الصراحه، ما عرفتش واش غنشرح لكم، ما عرفتش واش هي زعما طايا امي، ولكن ما عرفتش وجهتني صغيره بزاف وجات كتبان فار عليا. انا ما قنعتنيش بزاف، شوفوا جات على بحال شي كسيوه ياسي كيما هاد الشاكيطه يعني كاباردينا د الجلد، ياس كتبان بحال شي كسوه ضرب دي صبال، ياس عامله بحال شي كسوه د الجلد. المهم ما عرفتي خصني نجربها مع شي اوتفيت نشوف صح لا نساكر منها بروبيتشو، ولكن ما قنعتنيش بزاف صراحه يعني. هذا يوم ثينكو ثينكو بيلاو. ايوا نحب ديالي حتى لهنا وصل الفيديو ديال اليوم، هاد ميني هول اللي وريتكم فيه حاجات والحاج رمضان. كنتمنى ربي يكون عجبكم، كنت تخفف ظريف على قلبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه، تخلي اللايك ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. في امان الله.